عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم من جديد دائما في قناتكم التعليمية لاشين إيديكاتيف دو لا لونغ فرونسيز ماي اف ار. يرافقني اليوم بنيتي الصغيرة. إذا كما وعدناكم دائما مع دروس اللغة الفرنسية، درس اليوم سوف يكون في القراءة لا ليكتور وعنوان الحصة لا غازال. إذا نقرأ النص. Adour regarde la gazelle. Elle est là, debout devant le ruisseau. Superbe et vivante, elle allonge lentement le cou et son petit museau reçoit quelques gouttes d'eau fraîche. Elle se mouille le museau, le front, le poitrail et bientôt toutes les pattes. Puis, la bête regarde fixement Kadour. Elle commence à s'agiter. Ses pattes tremblent. Elle frissonne. Enfin, il caresse la gazelle. Elle n'a plus peur de lui. Elle est encore toute muée. C'est une bête fragile. إذن كان هذا هو النص. إذن أول شيء نروح له وهو نعرف معلومات على هذا النص. نبدأ بعنوان النص اللي هو لاغازان، يعني لو تيتخ دو سو تيكس سي لاغازان. عندنا لوتور دو تيكس، يعني كاتب النص اللي هو قدور حمصاجي كما راكم تشوفوا هنا. لا سورس سي فلور دي نوفمبر، يعني ورود نوفمبر. وعندنا هنايا ليديتور ولا ليديسيون، عندنا ايديسيون اس ان او دي 1969 باج 29-30، يعني المطبعة اللي طبعت هذا الكتاب. إذا نبدأ بأول سؤال. أولا غزال إيتال دوبو، أين هي واقفة هذه الغزال؟ قبل ما نطرق إلى هذه الأجوبة نعاود أن نترجم هذا النص ترجمة إلى اللغة العربية حتى تفهموه أكثر. لا غزال هي الغزال. قدور غوغارد لا غزال، قدور ينظر إلى الغزالة. أليلا إنها هنا. Debout devant le ruisseau, واقفة أمام جدول الماء. Superbe et vivante, رائعة وحيوية. Elle allonge lentement le cou, إنها تلقي برقبتها. Et son petit museau, وكمامتها الصغيرة. Reçoit quelques gouttes d'eau fraîche, لتلتقط بعض قطرات المياه العذبة. Elle se mouille le museau, لقد بللت كمامتها. Le front, الجبهة. Le poitrail, الصدر. Et bientôt toutes les pattes, وبعد ذلك كل الثقة. Puis la bête regarde fixement قدور، ثم بعد ذلك البهيمة أصبحت تنظر نظرة ثابتة إلى قدور. Elle commence à s'agiter, بدأت بالانسحاب. Ses pattes tremblent, سيقانها ترتجف. Elle frissonne, إذن هي خائفة. Enfin, أخيرا, il caresse la gazelle, عانق الغزالة. Elle n'a pas plus peur de lui, لم تعد خائفة منه. Elle est encore toute mouillée, إذن هي كاملة مبللة. C'est une bête fragile, يعني بهيمة هشة. نبدأ بالإجابة على الأسئلة. Où la gazelle est-elle debout, أين هي واقفة الغزالة؟ هل la gazelle est debout devant le buisson, ou bien la gazelle est debout devant le ruisseau؟ دابخي لو تيكست، يعني من النص، نشوفوا الإجابة. Elle est là, debout devant le ruisseau. إذن الجواب هو رقم 2. La gazelle est debout devant le ruisseau. السؤال الثاني. Relis le texte, puis recopie la bonne réponse. نقرأ النص ثم نأخذ الإجابة الصحيحة. Comment est la gazelle? Surprenante et vive, ou bien superbe et vivante? إذن الجواب هو superbe et vivante. إذن الجواب اللي هو بالأزرق superbe et vivante. الآن avec ta ou bien ton camarade trouve les mots du texte qui correspondent aux images. إذن الآن شوف الصور ونعطي لكل صورة عنوانها المخصص. لا غازال سمو بللت، إذن الصورة الأولى لو فرون، الثانية لي بات، الثالثة هنا لو بواتخاي، وفي الأخير لو ميزو. إذن السؤال الرابع. Pourquoi la bête regarde-t-elle Kadour fixement؟
لماذا تنظر البهيمة إلى دور نظرة ثابتة؟ Que fit-elle? ماذا فعلت؟ Elle est peur. إذن لأنها خائفة. ماذا فعلت؟ Elle commence. إذن هنا نبدأ من هنا. Elle commence à s'agiter ses pattes. Tremble, elle frissonne. إذن هنا هذا هو الجواب تاع السؤال. السؤال الخامس. Choisis la bonne réponse. يعني اختار الإجابة الصحيحة. Le texte raconte une histoire de la gazelle. هل النص هنا يحاكي قصة الغزالة أو le texte décrit la gazelle أو يقدم أو يوصف الغزالة هنا النص décrit la gazelle le texte décrit la gazelle إذن هذا هو درس اليوم شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله